من قناة أخبار العالم نأتيكم بهذا الخبر. مصادر تكشف أسباب وتفاصيل حادثة طعن امرأة لأشهر دكتور قلب في تعز. كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول تعرض الدكتور سلطان الدبعي لمحاولة قتل بعدة طعنات قاتلة في مدينة تعز. وأفادت المصادر أن من قامت بجريمة طعن طبيب القلب المعروف الدكتور سلطان الدبعي تدعى حياة القدسي، حيث سددت له 6 طعنات قاتلة منها في عنقه. وبحسب المصادر فإنها تعاني من أمراض نفسية، حيث قامت قبل أشهر بإحراق منزل أحد جيرانها السابقين بعد انتقاله إلى منزل آخر بدون سبب. ووفق للمصادر فإن الحادثة حصلت قبل أذان مغرب أمس، حيث كانت تمشي بالقرب من الضحية في شارع 26 حتى وصلت إلى حي الهندي، المكان الذي ركن به سيارته وينتظره على متنها طفلين. وبعد أن وصل إلى السيارة تحدثت معه وفاجأته بالطعن. وأشارت المصادر إلى أن القدسي حاولت الفرار، إلى أن شخصين من أبناء الحي قاموا بالقبض عليها وتسليمها إلى قسم شرطة الجمهوري.